بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. مساء الخير لكل السادة المشاهدين اللي منورنا وبيتابعوا أولى حلقاتنا من برنامجكم الجديد الجميل، البرنامج الذي سيتحدث عن البرلمان المصري كل نقاط القوة وكل نقاط الضعف، برنامج الناس والبرلمان. برنامج من اسمه لما تقدر تسمع الناس والبرلمان، يعني أكيد بيتكلم عن علاقة الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو غير طبيعيين. الشخص إما شخص طبيعي أو شخص غير طبيعي. الشخص ممكن يكون طفل صغير وده له حقوق في البرلمان، حق الطفل اللي بينادي بيه كل شعوب العالم. مش شرط اللي يكون معاه بطاقة بس، حامل رقم قومي فقط. ولازم يكون لكل الناس حق في البرلمان، حق في اختيار برلمانه، حق كمان بعد الاختيار. ومن هنا احنا هنتكلم عن الناس والبرلمان. البرلمان المصري، هنتكلم عن عدد أعضاء البرلمان المصري، هنتكلم عن أشياء وأمور هامة يمكن بتغفل عن بعض الأشخاص. بيقولوا لك إن علشان تبقى قانوني ودستوري لازم تدرس القانون، ولازم تعرف أكتر عن الدستور. طب علشان تبقى برلماني لازم تعرف كل حاجة، كل حاجة، حتى في الغذاء، طعام، أكل، شرب، نوم، كل حاجة. لازم تبقى ملم بمعظم المعلومات. ومن هنا احنا بنناشد المسؤولين ان هم يحطوا لنا بعض المعايير اكتر لعضو البرلماني، عضو مجلس الشعب. وانا اناشد المشاهدين والمتابعين لحلقاتي القادمة ان هم لازم يبقوا على وعي ودراية تامة بما سيحدث في البرلمانات أو في البرلمان المصري والبرلمانات الأخرى. يعرفوا يعني إيه طلب إحاطة، يعني إيه استجواب. تعرف عدد أعضاء مجلس الشعب، إيه هو دوره اللي بيختلف عليه الكثير. ممكن يقولوا ده دور رقابي وتشريعي. نعم، الأساس دور رقابي وتشريعي. عضو مجلس الشعب لازم يبتدي يتابع دور الحكومة وأدائها، يبتدي يشوف هل الخدمات بتؤدى على النحو الصح وعلى النحو السليم، أم بيبقى فيه مشاكل وفيه إهدار. ومن هنا ده دور عضو البرلمان. ولكن احنا من هنا بنناشد انه يكون له دور خدمي كمان. يعني ايه؟ يعني ايدك في ايد المواطنين، ايدك في ايد الحكومة، لازم تساعدها، لازم تساعدها في اللي بيحصل لها، لازم تساعدها وتساعد مصر في اللي بيحاك ليها من الخارج. ما ينفعش كلنا نبقى ضد بعض. ده وقته ما ينفعش نبقى ضد بعض. ده وقت لازم المواطن يبقى في ايد عضو البرلمان، يبقى في ايد الحكومة، يبقى في ايد الرئيس، علشان نعدي بمصر للمرحلة الآمنة، علشان ما يبقاش عندنا ديون خارجية، عشان ما يبقاش عندنا ديون داخلية. كل ده لازم نحب بعض، لازم نخاف على بعض، لازم نشتغل ونستثمر. ومن هنا لازم يكون برنامج لكل عضو مجلس شعب، ما يكونش برنامج تشريعي فقط. ويقول انت قاعد مع عضو برلمان لقيته بيقول احنا هنصلح اللي فات، مش هنعمل جديد، هتصلح اللي فات. هتصلح اللي فات بايه؟ يعني ايه برنامجك؟ قلت هتصلح اللي فات، يعني ايه هتصلح اللي فات؟ تصلح اللي فات لازم تبتدي تشتغل، لازم تشتغل على الجديد وعلى شيء جديد وعلى استثمار جديد يخليك تساعدك ان انت تصلح اللي فات. لازم يبقى فكر برنامجك لازم يكون فيه جزء استثماري، جزء ازاي تستغل موارد الدولة ومنتجاتها والجزء الموجود هنا. ومن هنا نقدر نقول ان عضو البرلمان لازم يبقى يكون شامل بكل شيء، يكون اقتصاديا وسياسيا وعلميا وخلقيا ونفسيا وعصبيا. بيعجبني جدا الكشف الطبي والنفسي اللي بيتعمل، بس ورقي. يعني ايه ورقي؟ اما يجي يقدم عضو مجلس الشعب
ويبتدي يتحط قدامه الورقة، بيتقال له هل انت كنت مصاب بنوبة عصبية، هل انت كنت مصاب بمشكلة؟ طب بالطبيعي هيقول لك ايه؟ طبيعي هيقول لك لا طبعا، هيقول لك كان مصاب. ومن هنا بيبقى في اخطاء، من هنا لازم الاسئله لازم تكون شفويه، لازم يبقى في دراسه علميه على عضو المجلس الشعب قبل ما يترشح مش بعد ما يترشح. ومن هنا احنا هنتكلم عن الناس والبرلمان عن كل محافظات مصر، مش هنتكلم عن محافظه بعينها، ولكن اسمحوا لي ابتدي بمحافظه جميله جدا، محافظه قويه جدا، محافظه هي غاليه على قلبي لاني انا منها، مش علشان انا مرشح برلماني، لا ده علشان انا بحب البلد دي وبحب مصر كلها، وخاصة محافظتنا الا وهي محافظة القليوبية اللي بيصل تعداد سكانها في 2020 لحوالي 5,880,000 نسمة، بتتكلم في ما يقارب من 6 مليون مواطن موجودين على الارض، موجودين في الشارع، بيقدروا يكون لهم صوت، بيقدر يكون لهم حياة ووجود. محافظة القليوبية اللي بيهتم بيها الفترة اللي فاتت السيد الرئيس وحطتها فعلا على خريطة عمله، ولكن احنا بنناشد السيد الرئيس انه يهتم بيها اكتر، يعني بنناشد رئيسنا ويعتبر ولي امرنا ان هو يهتم بمحافظتنا اكتر ومدن محافظة القليوبية اكتر، ونناشد سيد محافظ القليوبية السيد اللي هو عبد الحميد الهجان انه يهتم اكتر بعاصمة القليوبية. عاصمة القليوبية يعني رمزها، يعني جمالها، يعني قوتها، يعني هي الاساس في كل شيء. يعني لما تيجي تبص على عاصمة مصر، بتيجي تتفرج على القاهرة، بتشوفها القاهرة ونيلها وتسمع الاغاني الجميلة والكلام الجميل جدا، انما لما تيجي تسمع عن القاهرة وتيجي تسمع عن بنها جميلة فعلا بناسها وبشعبها، لكن ينقصها بعض الخدمات وبعض الاماكن. وعندنا تقرير في عزبة السوق أو منشية النور ببنها، ياريت يكون الإخوة في الإعداد يكونوا مجهزينه، ياريت الإخوة في الإعداد يكونوا مجهزين التقرير. التقرير ده أول ما هيبتدي يتعرض هنبتدي نتفرج ونشوف على بنها وعلى بعض الأسواق اللي فيها. احنا بنناشد المسؤولين عن أسواق بنها، خصوصا السوق في منشية النور. السوق في منشية النور في مشاكل كبيرة جدا، السوق في منشية النور في حالة لا يرثى ليها، مشاكل ما بين أصحاب المحلات وما بين البائعين وما بين السائقين اللي هم بلا موقف، ما عندهمش موقف، لدرجة ان هم عملوا موقف عشوائي عشان ياكلوا عيش. بنيجي نقدر نحارب ونقدر نتكلم ونقدر ونبص نلاقي أصحاب المساكن اللي دافعين فيها ملايين عشان يسكنوا فيها، تلاقيهم عندهم مشاكل، يدفع ملايين وما يقدرش يدخل بيته، ما يقدرش يأمن على نفسه من أي حد ممكن يأذيه. نفس الكلام بنيجي نبص على السواق أو البائع اللي هو نفسه يروح لبيته بلقمة عيشه. من هنا بنناشد السيد اللواء عبد الحميد الهجان إنه يهتم بمنطقة منشية النور، يهتم بيها وبمشاكلها، يهتم بمشكلة البائعين ومشكلة السائقين ومشكلة أصحاب المحلات اللي دافعين فيها وبيدفعوا مية ونور وكهرباء وكل حاجة، خدماتهم كلها بتدفع، رسومهم بتدفع. أنا أعرف ناس قافلين محلاتها وبيدفعوا لها إيجاراتها وقافلينها مش عارفين يدخلوا، من البائع الجائلين اللي لازم يتم وضع حل لكل واحد منهم. احنا ما قلناش ان احنا نبيد حد او نبعد حد او نزيل حد، الكلمة دي تقيلة قوي، احنا كلنا شعب، كلنا مع بعض، كلنا لازم نبقى ايد واحدة ونخاف على بعض، ويمكن قلتها اكتر من مرة، لما كل واحد يخاف على التاني من هنا هنطلع لفوق، من هنا هنعلى. عمر ما حد بيدوس على التاني الا لما بينزل بيه الارض، انما لما تاخده وتعلى بيه هتعلى، هيعلى بيك، هتعلى معاه. لازم نخاف على بعض ونحب فعلا بعض. هنتكلم عن محافظة القليوبية في الحلقات الجاية، كذا حلقة هنتكلم فيها، لأن محافظة القليوبية فيها بعض المشاكل. هنتكلم برضو على الإيجابيات، احنا مش هنرصد سلبيات وبس، احنا أكيد هنرصد سلبيات وإيجابيات،
زي ما ابتدينا واتكلمنا في برومو الحلقة وبرومو البرنامج، هنقدر نتكلم ونقدر نقول ان محافظة القليوبية من جمالها ومن اقتصادها، وهنتكلم على ازاي تستفيد وتستثمر موارد المحافظة بطريقة اكتر من كده. عندنا هيئة استثمار ومشروعات موجودة في محافظة القليوبية فيها ناس اكفاء جدا، وعندنا محافظ نشيط بس لازم يهتم شوية بالناس، لازم يهتم اكتر من كده. هو نشيط الصراحة، كل يوم بيتحرك وكل يوم فعلا بيتحرك اكتر من كده، وعرفنا ان هو نزل شبرا قريب من يومين ولقى مشاكل فيها، ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يزيل وابتدى ينقل وابتدى يغير مسؤولين. انا بحب كده، واي مواطن بيحب كده لما يصحى يلاقي ان المحافظ بتاعه بينزل وبيتحرك وبيغير وبيبتدي يبدل وبيبتدي يحط ناس مكان ناس، وعارف مين اللي على قدر المسؤولية ومين اللي تم اختياره بطريقة خاطئة. الخطأ مش عيب، الخطأ وارد يا جماعة، مفيش حد معصوم من الخطأ، محدش معصوم من الخطأ. ممكن تختار انسان ما يبقاش على قدر هذه المسؤولية، ومن هنا كان محافظ القليوبية بيعمل، راح لقى بعض النواب المسؤولين عن منطقة شبرا في رؤساء الأحياء أو نوابهم، وابتدى يغير، مش مطلعش يقول لا أنا اخترتهم أو تم اختيارهم يبقى ما ينفعش يبقى خطأ. رفع عن أمتي، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول بيقول كده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده من خلال المولى عز وجل، اتقال له إن بيرفع عن أمة محمد، عن أمتك يا رسول الله الخطأ. إذن فمش عيب إن احنا نخطأ، مش عيب إن احنا نخطأ ونختار، مش عيب إن احنا نخطأ وإحنا بنتعامل، مش عيب إن احنا نخطأ، مش عيب إن أنا أخطأ وأنا في الحلقة، مش عيب إن أنا أخطأ وأنا على الهوى، ده مش عيب. اهم حاجه ما استمرش في الغلط، ابتدي اتابع، انزل اتفرج على 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 كفر شكر ومراكزها، على بنها ومراكزها. في اماكن ما تمش توصيل فيها البنيه التحتيه، اهم شيء المجاري، مجاري والصرف الصحي. الصرف الصحي دي مشكله كبيره جدا، تخيل كل يوم واحد بيشيل المجاري بتاعته، بيشيلها كل يوم ب100 جنيه في اليوم، واحنا في 2020. البنية التحتية اللي وصى بها السيد الرئيس ان يتم اهتمام بها في الفترة القادمة، لازم يتحط لها ويتعمل لها موازنة اكتر من كده، لازم تبقى من الخدمات الموجودة مع الحكومة والدور الرقابي لعضو البرلمان اللي هو يبتدي يتابع. هنتكلم عن مدينة بنها، هنتكلم عن مراكز وبنها، مراكز مدينة بنها اللي فعلا يمكن بها بعض الخدمات ولكن ينقصها التنظيم. سامعين كلمة التنظيم؟ التنظيم مهم جدا، تنظيم من عناصر الإدارة الهامة، من العناصر الأساسية في عملية الإدارة. الإدارة لها عناصر زي ما قال أساتذتنا في الإدارة الدكتور نبيل ندى والأستاذ الدكتور كمال درويش والأعلام الكتار في الإدارة، اتكلموا على الإدارة الرياضية، اتكلموا على الإدارة بشكل عام، وناس كتير اتكلمت على الإدارة بشكل عام، علماء وأفذاذ. عناصر التخطيط، عناصر الإدارة الرياضية، التخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. لما تتكلم عن عنصر التنظيم اللي هو أساسه هنا، ممكن يكون عندك الخدمة بس غير منظمة. عندك في منشية النور عندك منطقة جميلة جدا، منطقة ممكن يتعمل فيها ميدان، ممكن يتعمل فيها مزار ومنظر جميل جدا ومنظر حضاري، ومزار ممكن تبقى تصل لمزار سياحي لو انت عايز، تقدر تحط فيها نافورة جميلة، شكل جميل، ميدان رائع. دلوقتي ما تقدرش تدخل فيها، ما تقدرش تحط رجلك فيها، ما تقدرش تمشي وتعدي، ما تقدرش تعدي بعربيتك منطقة مسافة كبيرة. عندك مناطق كتير ومراكز كتير، أما كفر شكر فحدث ولا حرك. أعضاء مجلس الشعب فيها سابقا كانوا على القمة، كانوا في القمة، ولكن السابق عضو مجلس الشعب السابق عضو مجلس
لم يؤدي بعض الخدمات التي عليه. عضو مجلس آخر عضو مجلس شعب لمدينة كفر شكر ومراكزها لم يؤدي الدور الرقابي والخدمي الذي عليه. هذا الدور له ما له وعليه ما عليه. عضو مجلس الشعب لازم يتابع محافظاته، وهنتكلم في الحلقات القادمة أكثر عن مدينة بنها ومدينة كفر شكر، وهنعرض عن محافظة القليوبية ككل، بل وهنعرض عن محافظات مصر وعن جميع محافظات مصر بصورة قد تكون محايدة. احنا مش مع حد او ضد حد، احنا مش مع عضو برلمان او ضد عضو برلمان، احنا كلنا مع بعض وكلنا اخوات، كلنا بنقف مع بعض، كلنا بنساعد بعض، كلنا لازم نتابع ونشد بأزر بعض. يمكن انا طالع النهاردة، يمكن التقارير تقريبا فيها مشكلة ويتم عرضها في الحلقات القادمة، تقريبا التقرير فيه مشكلة، لكن انا صممت ان انا اطلع واتكلم، تبقى الحلقة الاولى تمهيد لكل الحلقات التي ستأتي فيما بعد. هتقدر تتابع معايا وتقدر اخليك عينك على البرلمان، عينك على مدينتك ومركزك، عينك على اهل دايرتك. هتقدر تتابع معايا وهنزل لك الشارع وهتابع معاك واقول لك ايه اللي انت عايزه، ايه طموحك، ايه حلمك، ايه طموحك في مجلس قوي. البرلمان ازاي يبقى قوي، ازاي تتابعه، ازاي تعرف ايه اللي جوه البرلمان وانت قاعد في بيتك، ازاي تعرف ايه اللي جوه المدينة والمركز وانت برضو قاعد في بيتك. اللي في بنها هيشوف ويتابع كفر شكر ازاي ومراكزها ازاي، وبرضو كمان اللي في مركز بنها واللي في مدينة بنها. في تقرير هيتعرض دلوقتي، ياريت كل يتابعه، ياريت زمايلنا في الاعداد يعرضوا لنا التقرير التالي. كنت تحكي لنا ايه المشكله اللي بتواجهكم هنا في منشيه النور؟ احنا في منشيه النور هنا في طريق عمومي المفروض ان هو خدمي المنطقه كبيره قوي، تعداد سكانها ممكن يوازي نص تعداد سكان بنها. الموضوع بتاع الباعة الجائلين طلعوا المحافظ عمل لهم باكيات، والمفروض ان هو اداهم الباكيات دي عشان يحل المشكله تحت الكوبري. هم بدل ما يستغلوا الباكيات في البيع قاموا ببيعها وقاموا بتاجيرها واستخدموها استخدامات في مشاريع غير خاصه بالخضار او باي شيء يختص بالسوق نفسه كسوق، بقت ملابس ودولسي ومش عارف ايه وموبايلات وحاجات زي كده، وبداوا يفترشوا الطريق العام نفسه. اتقدمنا كاهالي منطقه كامله بشكوى عامه، ورحنا المحافظه ورحنا مجلس المدينه وقابلنا المسؤولين وقدمنا شكاوي مجموعه من الانباءات الكتير، وناس كتير من اهل المكان متضرره، لان السوق ده شغال 24 ساعه بالليل بيقلب جمله وبتيجي ناس من كل المحافظات. في عز الوباء ما كان شغال بتاع فيروس كورونا والناس تحذيرات، احنا كان بيجينا ناس من حال البلد كلها بتتجمع ومفيش اي اجراءات احترازيه ولا اي حاجه. تم فض اسواق كتيره وده ما تفضش، تم تعديل اسواق كتيره وبقت بمنظر حضاري وده ما تفضش، في حين ان السوق ده عشوائي ومساحته كبيره ومحطوط في وسط بيوت. حتى الطريق العمومي الخدمي الوحيد اللي كنا بنمشي فيه اتقفل. النهارده البياع بتيجي تكلمه بيفرش قدام بيتك وقدام محلك وبيبيع المكان اللي هو قاعد فيه، وبتيجي تكلمه يقول لك ده حقي، اللي يشيلونا كلنا يسيبونا كلنا. بتروح تشتكي وتعمل اللي انت عايزه وتودي لهم صور وترفع قبل المسؤولين، مفيش اي رد فعل، بقينا شبه منطقه معزوله. حتى لما تيجي تعدي من بره المكان عملوا سلم درجاته حوالي 160 سلمه، تطلع 160 سلمه وتنزلهم، فاهم ازاي؟ بقينا منطقه شبه مغلقه علينا، مفيش حد من المسؤولين بيجي. المحافظ اشتكينا له ما تمش اي اجراء، ما شفناش اي اجراء على الارض. طريق عمومي في موقف وفي سوق والسوق فاضي، ولما تيجي تشوف عدد البياعين مش بالحجم الكبير ده. نفس البياع اللي جوه السوق هو نفس البياع اللي قطع الطريق، هو نفس البياع اللي خد الباكية، هو نفس البياع فارش كذا فارش، فارش التلاتة محتل الطريق ولو فرش جوه السوق وسايبه ولو باكية مأجرها او بياعها ايا كان.
فاهمني ازاي؟ المفروض ان هو دي الباكيات دي معموله للخضار، المفروض ان الطريق العمومي ده من حقي ومن حق اولادي، المفروض ان انا انام في بيتي في وقت، المفروض ان مشروعي التجاري انا بدفع التزاماتي كلها تجاه الدوله، المفروض ان انا يبقى عندي براح الامان. الامان لان في ناس كتير فيهم حصل حالات تعدي على رجال امن وتعمل لهم محاضر تعدي وتعدي على السلطه، حصل تعديات على 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 حريم، حصلت على حالات قتل كتير في المكان، مش بمعدل سنويا حاله قتل في المكان، فاصبحت ان انت في حاله خوف، يعني عايش وخايف في نفس الوقت، لا قادر تمارس حياتك الطبيعيه انك تنام وتصحى وتروح شغلك وتمشي في طريق، ماشي في طريق. احنا ما بنطلبش غير ان نمشي في طريق عام، السوق ملوش مكان هنا، يا تنظمه يا تنقله. المشكله حضرتك احنا عايزين موقف ناكل فيه عيش، احنا كل السواق هنا وكل عربيه راكبها 2 و3 سواقين عايزين ياكلوا عيش، كل واحد معاه عيلين وثلاثه، الموقف هنا ملناش موقف ناكل فيه عيش، احنا هنا كفرانين، واللي رايح واللي جاي بيهزق ويقيم فينا احنا، عشان احنا اللي مرميين في الشارع. ده كان موقف لحد نص السوق، كان موقف، دلوقتي احنا واقفين في الشارع، يعملوا لنا موقف ويعملوا ده سوق، يا اما يشيلوا السوق ويعملوا لنا احنا ده موقف، يا يشيلونا احنا الاثنين من هنا. حضرتك في مكان جوه فاضي ممكن يتنقل السوق لجوه، ماشي، والعربيات بردك ترجع فوق تاني زي ما هو بيقول لك احنا عايزين ناكل عيش. لو حضرتك السوق ممكن يرجع وممكن احنا نمشي احنا من هنا، ما تشوفوش جابوا لنا حته احنا نقف فيها. حضرتك في مكان ورا فاضي، ورا فاضي، ممكن نشيله السوق ده وندخله جوه، العربيات تقف والدنيا تمشي، لان دلوقتي زي ما انت شايف انت دلوقتي عندك ايه؟ صلي على النبي، انت عندك فرشات بره الشارع وفرشات جوه الشارع، وكل بيع لي فرش واثنين و10 في الشارع بره، احنا مش عارفين نقف ولا عارفين ناكل عيش هنا في الموقف. بص، المشكله حضرتك زي ما انت شايف ان في اسواق عشوائيه وفي مواقع عشوائيه، فاللي احنا عايزينه كله ان احنا يبقى في سوق للمكان ويبقى في موقف للمكان، يعني كده ده ازعاج 24 ساعه للسكان، والسوق هنا 24 ساعه ما بيقفش، دي حاجه صعبه علينا كلنا، في ازعاج دايما في البيت، ما اعرفش، انا ساكن في الدور السادس، الصوت عندي اكني قاعد في الشارع. المشكله سيادتك في منشيه النور. رجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا تقرير قعده لنا ابراهيم عماد وصوره مصور بحريه، اتفرجنا فيه على مشاكل عزب السوق. الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه هنتابع كل المشاكل ونحاول نوجد لها حلول، هنحاول نساعد المحافظ وهنساعد الدوله في الظهور بمحافظه القليوبيه بمنظر حضاري. احب اختم معاكم واقول لكم انتظرونا في الحلقات القادمه باذن الله في حلقات من برنامجكم الناس والبرلمان.